احنا اليوم عم نوزع بطاقات الطبابة المجانية في إطار رعاية أسر الشهداء على 220 أسرة. طبعا هذا كمرحلة أولى. نحن في دمشق لدينا 1975 اسم موثقين من الشهداء المدنيين. طبعا هذه البطاقات تشمل الشهداء المدنيين والعسكريين بالتعاون مع مؤسسة بصمة شباب سوريا عبر مشروعها الرائد مشروع شفق. طبعا يعني هي خطوة من خطوات اللي بيقدمها هيئة رعاية الشهداء في دمشق، ومهما قدمنا لأسر الشهداء تبقى تضحيات أولئك الذين قال عنهم القائد المؤسس أكرما في الدنيا وأنبل بالبشر، تبقى عظيمة قياسا لما يقدم الآن. الهدف اليوم نقل هذه التجربة الحمد لله الناجحة من عمل أهلي، تعاون ما بين النقابة ونقابة الأطباء السورية وفروع النقابة في دمشق وحمص وحما وطرطوس واللاذقية والسويداء وبصمة شباب سوريا إلى الهيئة المعنية بأسر الشهداء لتكون الغطاء الصحيح لرعاية شؤون أسر الشهداء. اليوم نحن عم نأكد أنه نعمل بطريقة مؤسساتية، عنا أولويات هي أيضا تنظيم عملنا، تطوير عملنا، إطلاق دائما المشاريع القابلة للتحقيق، قابلة لوضع المعيار الصحيح والقابلة لتجديد نفسها. واليوم الاتفاقية هي مثال لتجديد هذا المشروع وإن شاء الله تطويره. لفتة كريمة من الأخوة اللي دعونا، ونحن يعني بصراحة كأسر شهداء إلى تركت فينا أثر كتير حلو. لفتة كريمة من القيادة والمسؤولين القائمين على هالشغلة هي، والله يترحم على كل شهداء البلد ويحمي جيشنا ويحمي أرضنا. شكركم على المشروع هذا المتميز، بصراحة كنا ناطرينه من زمان، وإن شاء الله عقبال الخطوات الجاية بتريحونا وبتريحوا أولادنا وبشجعوا الجيل القادم إنه يعطي كل ما عنده.